بالمناسبة نيابة عن مجلس عمالة المحمدية ونيابة عن ساكنة عمالة المحمدية، نتقدم بالولاء والإخلاص لصاحب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش المجيد. فمن خلال الخطاب السامي الذي أنصتنا إليه بعد قليل، تبين بأنه المسألة الاجتماعية في صلب الاهتمام صاحب جلالة الملك، وكذلك هناك توصية للحكومة وللأحزاب وللفاعلين السياسيين فيما يخص الشأن الاجتماعي برمته وبجميع مجالاته بمملكة. هذا شيء جميل جدا وشيء مهم بالنسبة للمغاربة، أي هناك إعادة وإصلاح الشأن الإداري فيما يخص المجال الاجتماعي. ونحن مع صاحب جلالة الملك في جميع أوامره وفي جميع توجهاته للمملكة السعيدة، وشكرا. لا، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تنهني الشعب المغربي قاطبة على هذه الذكرى، وهي ذكرى مجيدة جدا، وهي تربع صاحب جلالة عرش أسلافه الميامين. حقا من النقاط الأساسية جدا هو النقطة ديال النهوض بالأمور الاجتماعية ثم بالأمور ديال الاستثمار، وكيبان بأنه الآن تنتحدثوا على ديديلي على أجهزات محددة، وتنتحدثوا على تواريخ معينة. إذا بمعنى أن الأمر مأخوذ كما كان، الآن تخذ بجدية أكبر خص العمل الاجتماعي والاستثمار، لأن بدون هذه الجوانب هذو هما الجوانب اللي تضمنوا الاستقرار وتضمنوا المستقبل للأجيال الصاعدة. دونك حنا تيبان لنا أنه الخطاب كان كبير سامي جدا، على أساس اللي هضر على جوج نقاط اللي هما أساسيين جدا: العمل الاجتماعي ومسألة ديال الاستثمار. وتنضم الآن هذه العهدة على جميع المسؤولين، لا أحزاب ولا حكومة ولا كل الأطراف، أن تلفظ هذا الخطاب هذا بالشكل اللي يكون إيجابي، وتنظن غادي يكون إيجابي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جد مسرورين بعيد عيد الشباب وعيد العرش المجيد، وحنا اليوم كنحضروا في العمله تسنتوا الخطاب الملك صاحب الجلاله نصره الله. وكيف كل شيء كيعلم، الخطاب دائما كيحمل دي ميساج اللي ان شاء الله غادي يوصلوا للمسؤولين باش ينهضوا بهذه البلاد وينهضوا بها، ودائما المغرب ان شاء الله في خير وعلى خير. كنتمنى التوفيق، نتمنى للجميع والشكر.